وعليكم سي حسن. وعليكم السلام. اهلا، صافا بخير؟ تحياتي، كيف الحال؟ الله يحفظك. امورك مزيانه؟ تواداك مبروك. الحمد لله، كلشي بخير. الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله. كلياناتنا عاود ثاني، وحباباتنا عاود ثاني، وعائلتنا عاود ثاني. كي دايرين؟ بخير هانين، كلشي مزيان، اموركم بخير صحيحه، اللهم لك الحمد. المهم، جاك شي اليوم اخويا؟ فطرتي بعدا؟ وي فطرت. فطرتي؟ المهم واخا فطرتي، نعطيك شي حاجه زوينه، شي حاجه شوف، شي حاجه ايطالي واعره. عرفتي شنو هي؟ هي نعطيك واحد الكريب اخويا ايوب. اوه، عندك مع الكريب؟ عندي مع العسل ولا بالشكلاط؟ الشكلاط. وهذا راه فيه العسل والشكلاط اخويا، وشي حاجه ما دايره تنصلحو خويا ايوب. اليوم بقا تشوف خاتني 20 بياسه واحد توب. اش غنقول لك؟ يا سلام اللي داتو كتشكرو وكلشي. وميم طون حتى حنايا كنخدموه وكنخدموه على المحل، يعني شي حاجه طوب. اللي هو شنو اخويا؟ هو كريب ايطالي 100%. كنقول ايطالي 100%. اجي عندي هنا اخويا ايوب، واخا كما العاده راه كلياناتي عارفين انا ما كنبازيش على هذه، ولكن هذه غنحطها حيت كاين كما كنقولوا ليميتاسيون. هذا اخويا ايوب هو الكريب ايطالي اوريجينال ديال الكريب. كاين اللي كتقول لي كريب، كاين اللي كتسميك كريب جورجيت، كل وحده شنو كتسميه. حيت في الكريب جورجيت راه نورمالمون كيخص يكون هذا الفاس، هذا هو اللي كيكون حتى هنايا، ما كيكونش واحد الفاس ليس ليس. المهم هذا ديال الحرير، وهذا لافونتاج ديالو اخويا ايوب، كيدير على دو فاس، سواليزون كديرو على فاس ليبريو بغات حضاريه وهذه، ولا كديرو على فاس مات بحالك اخويا ايوب. بسم الله. ها هي، حيت كما العاده ثاني راه ما كنحطو برودوي وما كنحطو السلعه حتى كتجرب في الفصاله والخدمه وكلشي. ها هي اخويا ايوب، هذا نفس الثوب اللي عندنا، وهذا خدمنا على ظهره، هذا خدمنا على الفاس ديال الكريب، هذا هو الفاس لوريجينال ديال الكريب. الكريب الا ما كانش الحروشيه راه ماشي كريب، راه كما كنقولوا راه كيداخل فيه لاصو، داخل فيه شحال من حاجه. هذا هو الاوريجينال ديال الكريب، حتى من خلال الشوفه ديالو ملي كتلبسها المراه ولا شي حاجه، يعني ستيل ديفيرون، كتجي الشوفه ديفيرون، ماشي بحال داكشي اللي بريون كلشي. بغيتي تخدمي على باغ اكزومبل على هذا الفاس هذا اللي بريون، راه كتخدمي على هكا. اونكا بغيتيها مثلا ديال الحضور، ولا بغيتي ديريها حضاريه. بالنسبه لعاود ثاني لواحد لاماتي واحد اخرى خويا ايوب، انا نسرح لك هذا اللون هذا تشوفو. هذا واحد الغوز، هذا ثاني الطب ديال الوان هو باش صدق ثاني. هذا واحد الغوز فيه ثاني اخويا ايوب، كما كنقولوا هذا الفاس وفيه هذا الفاس هذا. وللاشاره هذه راه الطبعه راه بالسقلي، الطبعه ديالو راه ماشي مزوره، هذا الطبعه ديالو والتكستور ديالو وتويب وكلشي والخامه وكلشي. للاشاره بغيتي تزيدي عليه شي حاجه كقميص ساوية من جورجيت بحال هكا في لاموسلين، ها هي جورجيت مطبوعه في لاموسلين بحال هكا، راه تواصلي معنا وممكن نرومو لك اللون اللي يعجبك. وبالنسبه للثمن اخويا ايوب، نرجعوا للثمن او ديبار كما كنقولوا، نخليو الثمن شويه نخليو الثمن شويه حيت نقصنا فيه واحد البركه، راه غادي تعجب الكليان هاد الهضره هادي والله. حيت كان 600 درهم شويه، كاين اللي كيبيعوا ب 500 درهم، حنا غنحيدوا ديك 500 درهم وغنزيدوا نحيدوا شي بركه، وعلى بركه الله نفرجوكم الالوان وحنا غاديين معاكم. المهم عندنا هاد اللوين هذا خويا ايوب، شدي عاوتاني التصويرات باش الكليانات اللي بغات ثاني شي حاجه. كاين ثاني هذا واحد بحال موف، واحد اللوين تاهو ما شاء الرحمن. ملي كنقول لك كريب اخويا ايوب راه كيمشي كما كنقول على دوفاس. والاهم حاجه انا حابه دابا المراه تخدم بهذا الفاس هذا، غتجي جلابه راقيه دي توب واعره بزاف. هذه بالنسبه شو اللوين اخويا ايوب، راه كنقول شي حاجه اللي اش غنقول لك. دابا هنايا من هذا لاباز هذا كتبان الجليبه، يا سلام كتبان كما كنقولوا معشقه ديال بصح. عندي فيها هذا الفاس هذا، اللي كتبغي تخدم هذا الفاس هذا راه كتخدم هذا. والثمن اخويا ايوب، تراقبوا الثمن، الثمن راه غندير واحد الثمن جد جد مناسب. كاين ثاني هذا البلو هذا ثاني حتى هو لا شاء الله، هذا الفاس هذا بريو وفاس مات ديالو حتى هو، لا كولور ديالو واعره بزاف. كاين ثاني هذا واحد، هذا ما بوردو ما اوبيرجين، هذا ما بوردو ما اوبيرجين، جات لا كولور ديالو مانيفيك، لا كولور ديالو راقيه، جا مخلط بحال قلتي البوردو مخلط بالنوار، جا اوبيرجين اللوين ديالو ما شاء الرحمن. بالنسبه لعشاقات الالوان الغامقه هذا اللوين يا سلام، ويتخيط على هنا اللهم بارك. الخامه ديالو الشوفه ديالو ما كاين لا تنسيله لا حتى حاجه. وليسونسيل في هذا الشيء كامل هو المحافظه على هذا الشيء هذا، حيت اي توب كيكون مزيان اوريجينال راه سونسيبل، كيخصك تحافظي عليه وتحافظي عليه وتحافظي عليه، ماشي نلبس الجلابه ونطلعها بالثمن وتويب راقي وفي الاخر نشري صاك كما كنقولوا شويه كحرش. لا تحببات لا داكشي ما كاينش، حافظي على داكشي وخذي داكشي اوريجينال معاه ولبسي معاه حويجات مقيين. المهم ها هو واحد اللوين ثاني، هذا ماموف اخويا ايوب مسيال، هذا واحد موف سيال حتى هو اللوين ديالو ما شاء الله. والتويب راه كما كنقولوا راه وازن راه ما مغشوش،
خلينا من العياد اللي كيمشي مع دوك التوابات اللي مهلا ليها، هذا تويب ما مكشوش وما كاينش بوليس دير. عندي ثاني في هذا القصبي هذا، اللهم بارك، شوش اللهم بارك، اللوينات ما شاء الرحمن، اللوينات يهب لاخويا ايوب، اللوينات تبرعوا الكليانات ويلبسوا معانا، اللون كيبان هما هذوك، كيبان هما هذوك اخويا ايوب، تبر راسك عاطيني شو هذا التشكيليات تقول لي لا، قالوا هذا اللوان وهذا وهذا. كاين ثاني هذا تا هو اللوين ديالو ما شاء الله تا هو اللوين راقي. هذا ثاني واحد السيال تا هو ما شاء الله السيال جا دي طوب بزاف، السيال تا هو جا راقي تا هويا. وكما العادة اللي بغات تروح ما بشي بشي قميص من تحت ولا عندها شي فكرة ولا شي حاجة راه تواصل معنا، نمرة التليفون راه كاينة تماك وحنا غنخدمو معاها ونرومو لها ونخدمو ليها كلشي. ومرحبا وعلى راسنا وعينينا، مرحبا. هات اخويا ايوب واحد المهم ثاني كي داير، يلا اللهم بارك. والثمن هذا في التويب هذا راه ما غاديش تلقاه في شي بلاصه، واحد لورونج، شوف شنو هاد لورونج هذا، شوف فن. ملي كنقول اورونج هذا فغي اورونج، والله حتى فغي اورونج اخويا. عرفتي فاش فكرني؟ فكرني في ذاك الكلاص في التسعينات، ذاك الكلاص ديال درهم، فيه بحال هاد اللوان هذا، فيه اللوان الحقيقيين ماشي اللوان المزورين. دابا اللي راه كيهزو كيبدا ينقصو منو ينقصو منو ينقصو منو لورونج، ما تعرفو اورونج، خضر ما تعرفو خضر. هذا ثاني واحد صومو واعر، هذا صومو راقي، فن فن فن، صومو حاجة إن شاء الله عروسة، كلشي يلبس، كل التويب هذا كلشي يلبس أخويا أيوب. وليسونسيال فيه كتجي فيه واحد اللبسة ناضية وما كيلصقش، ليسونسيال في هادشي كامل هو أن التويب ديالو ما كيلصقش أخويا أيوب، ما كيفرس وما كيلصقش، التويب ديالو وكتلبسي شي حاجة خامة. وها أنت أختي 100% كريب دو سوا ماد إن إيطالي، ماشي ماد إن لساسفا، سمعتيني؟ هذا ماد إن إيطالي، هذا واحد الفيغ، هذا فيغ ماشي رويال، جا واحد الفيغ واعر واعر بزاف، الفيغ غادي واحد الفيغ خطير خطير، هذا اللون ديالو واعر تا هو خويا أيوب، الشاقة الألوان اللي ما مطليينش هما هادو. عندي ثاني هاد لو غادي، فينا هو غادي؟ فينا هو غادي؟ هذا ثاني واحد غوزموف كيما كنقولو، تا هو لا كولور ما شاء الرحمن. مالك اخويا ايوب ما خاصم معايا؟ لا خويا علاش؟ وما عرفت اخويا ايوب واش مخاصم معايا، قولها لي صالحونا الناس صافي. هات اخويا ايوب ثاني السيل، هذا اللون السيل، هذا بلو سيل كيما كان اللون ديال السما، السما اللي كتكون صافيه هو هذا، ما مخلطاش ما فيهاش الغيوم ما فيها حتى حاجه اخويا ايوب. وغنعطيك ثاني واحد اخضر، يا سلام، هذا واحد الفير واعر واعر، فير شنقول لك فير حقيقي حتى هويا، هذا اللون ديالو ما مغشوش حتى هويا، هذا الفير ديالو حقيقي يعني ما مخلطش، فير جا راقي بزاف. عندي فيها ثاني هذا ما موف ما بلو، هذه ثاني واحد لاكولور ميلونج ديال الموف والبلو، حتى هو اللوين ديالها ما شاء الله. راه كنخدم نعطيك بحال هكا باش هنايا فاصل اللي مات هنا فاصل لي بريو. وانا الصراحه العشاقه ديال الجلابه ملي كتحط لي هذا الفاس هذا كتحب كتعزل هذا على الاخر لي بريو. ها انت ثاني هذا هذا ثاني، شو شو على صفر كي داير، شوف باش تعرف تشوف انه اوريجينال اخويا ايوب، نعطيك واحد النويطه تشوف اوريجينال ديما كيكون فيها اللون حقيقي، هذا اللون الحقيقي راه باين ما كيكونش مخلط بشي لون واحد اخر، كيكون لون اللون نيط اخويا ايوب، كيديروش التخليطه بزاف. كاين هذا ثاني واحد غادي الفيغ، او واحد تصبي غادي الفيغ او تا هويا، اللوين ديالو ما شاء الرحمن تا هو لا كولوغ واعره، لا كولوغ مخيره. وبالنسبه بغات ديرها تقفيطين مثلا ديال الدار، بغات تطرزها، شوف جميع الاستعمالات هنا، ما تخافي من حتى حاجه، لا تنسد لا تحبب لا حتى حاجه، المهم خدمي وخدمي داك الشيء بيطون. تقفيطين ديال الدار بحال دابا تقفيطين، الا بغيتي تقفيطين ديال الدار ما عندكش لاش ولا شنو في الثوب مثلا، كاين ساتان كاين بغات كدير هذا الشيء ايطالي كيجي خطير، تقفيطين ديال الدار وديري على الفاس اللي هو بريوم، بغيتي ديري على فاس اللي مات لكن واسع النظر. هذا ثاني واحد الموف خطير، هذا موف كغي، هذا الكغي مخلط بالموف، شوف اللون جديد شوف اللون، اللهم بارك شوف اللون. ما بغاتش تلبس الصراحة، والله كذب عليك، علي ما بغاتش تلبس، حال مليح على المطار. شوف قول لي نعم اخويا ايوب نسينا الثمن، ودير مع الشقي، خلي الثمن تنسالو ونقولو الثمن، الثمن راه باين الكليانات اللي كيعرفو هذاك خيط ايطالي
راه 600-500 درهم ولكن شوف تراقبوا تراقبوا راه كاينه ميزه والله حتى كاينه ميزه خويا ايوب ما تلقاش الثوب هذا فشي بلاصه والله ما تلقى الثوب هذا في شو الموطار كيدير شو لا كولور كيدير شوف هذا الموطار نيت علاش كنقول لك النيت هذا اخويا ايوب ما كيغشوش في الصباغه ما كيديروش الصباغه مغشوشه هذا كتخرج لهم الصباغه نيت اخويا ايوب هذا الموطار واعر هذا هو فغي موطار ملي كنقولوا موطار كاين هذا موف بيبي هذا ماشي غوز بيبي هذا هو موف بيبي كتسمع موف بيبي هو هذا موف بيبي غوز بيبي اخويا موف بيبي صافي كاين غوز بيبي غنديرو موف بيبي هذا كيتسمى موف بيبي هذا الموف ديال الفن حلاوة ديال الموف هو هذا والله حتى حلاوة ديال الموف اخويا ايوب فن 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 وختام هاميس انا نعطيك واحد جون بوسان كتعرف جون بوسان جون بوسان هو هو خو جون كلود فان دام تا لا جون بوسان هو اللون ديال فريخات هو هذا الفريخات قلب بنانة كاينة اللي كتقول لها قلب بنانة ولا وحده شنو كتسمي شو شو تويب شو شو باش ما تقولش لي اخويا ايوب حنا راه عندنا داكشي راه تويب حرير وكما كنقول او كريب وتلبسي وتبرعي ان شاء الله وتمتعي وكما العاده جينا لنهايه الفيديو عاوتاني اخويا ايوب غنذكركم بالثمن الثمن هذا كما قلت لك خداو عندك هي ب 600 درهم خداو ب 500 درهم المهم بقات 22 بياسه بالحساب غنحسبوا لها واحد الثمن ديال 400 درهم اخويا ايوب 400 درهم ياك ولكن كاين واحد المفاجاه اللي هي 400 درهم ولا ليفريزون غراتي عارف هاد 22 حبه الا مشات تدخلها في تشيرا ريفاج واحده اخرى راه غتبقى بالثمن ديالها اللي هو 400 درهم دابا هاد اللوان هادو اللي حطينا راه 400 درهم ولا ليفريزون غراتوي واللي كاينه مثلا في كازا راه عارفه راه 350 درهم ومرحبا بكم ونذكركم ثاني بالعنوان الحي الحسني شارع افغانستان رقم محل 50-51 ذا المحلات صحاب الورد جيت الترام ومرحبا بكم هاد القهوه حسن ايوب راه كاين نور طيب كاين نوال كلشي طاقم تيخلي تا هو كاين كلشي كاين وصباحكم مبروك واعانكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمه الله